وصلنا لمحطتنا التالية من عالم التراث الجميل، تراثنا الأصيل ميسان. رح ننتقل لنترافق بعالم الحرفة السورية اللي شكلت عبر التاريخ سحر أدهش العالم، ونتعرف على الجديد بعالم النحاسيات بين القديم والمعاصر، والارتباط عبر الزمن بالتراث المادي واللامادي اللي شكل عبر الزمن حالة أو حافة فكرية للعادات والتقاليد. اكيد كل هالتفاصيل حتكون مع ضيفنا عدنان تنبكجي، شيخ الكات في الفنون التشكيليه والنحاسيه. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحك، كيفك سيد عدنان؟ صباح الورد. يعني اليوم دائما حضرتك بتكون معنا ضمن البرنامج الصباحي، ولكن اليوم جايينا بزي مختلف، زي تقليدي، ويمكن هذا الشيء بسبب تكريزه رمضان، شهر رمضان يلي صار على الابواب. فخبرنا هيك شوي عن أهمية اليوم الحفاظ على التراث المادي واللامادي، وبما أنه حضرتك عم تعكس هذا الشيء من خلال الزي اليوم يلي لابسه. يسعد صباحكم لكل المشاهدين. احنا أنا حضرتك حكيتي بالنسبة للزي اللي لابسه، أو الزي الدمشقي أو الزي العربي، هذا اللباس التقليدي القديم، هذا لباس الآباء والأجداد اللي احنا لبسناه، يعني من شان نتابع ونوصل التراث تبعنا المادي واللامادي. موضوع تكريزة رمضان، مشان هيك احنا عندنا اليوم فعالية تكريزة رمضان، وحتى بالمنطقة اللي عم تكون بمنطقة الربوة كان من زمان الدمشقيين يمارسوا هاي العادات، انه بتوديع على شهر شعبان واستقبال شهر رمضان المبارك، من شان انه هدول بدهم يتفرغوا لشهر العباده وشهر الطاعه وشهر الذكر بالله والصلوات والتراويح والى اخره. بيودعوا العادات القديمه اللي هن كانوا يمارسوها وطقوسهم اليوميه، مثل مثلا الحكواتي، كان يحكي لهم قصه من القصص، كان بشكل يومي او بشكل اسبوعي، وكان في عندهم موضوع انه في بعض منهم يعدوا باعداد الميجنا والميجنا، وبيساووا كمان عادات تقاليد قديمة، هذا التراث، وحتى الموشحات في منهم كانوا يساووها. واليوم راح نساوي كمان أكلة المجدرة اللي هي كمان من ضمن العادات الدمشقية، أكلة معينة، أكلة شعبية، أي أكلة بتكون بهي موضوع التكريزة بدها تكون على أصولها بالمنطقة. كانوا يطلعوا على منطقة الربوة، بلودان، الزبداني، أو منطقة الغوطة ويعدوا، بيسموه السيران. السيران كان لكل العائلة، جو العائلة، وتوديع لشهر شعبان واستقبال لشهر رمضان بأكلة معينة وبطقوس معينة، يعني بيوحي لك هيك بالطاقات الإيجابية وبجمعة الأهل والمحبة والمقربين. إن شاء الله يا رب نحافظ على هاي العادات وانت بألخير يا رب. إن شاء الله وطننا بيكون بخير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. والفرج نرجع على الحرف. تماما. يعني مثل ما شفنا ميسان، هدول اللوحات المتميزة اليوم جايبنا ياهم الأستاذ عدنان. خلينا أول شيء ناخدها على الكاميرا وبدنا نحكي عنها شوي، وعن هالقطع الجميلة جايب لنا ياها اليوم. هلا احنا بالنسبه للمعارض الخارجيه، منين اجى هذا الموضوع؟ احنا بمعارضنا الخارجيه كل سوري بيطلع على معرض خارجي عم يكون مميز، وفي استقطاب كبير على المعارض السوريه. من ضمن هاي المعارض احنا بنستفاد بتبادل الثقافات. نعم. دول اللي كانوا باحدى المعارض، احنا بدنا نوثق على العالم انه مو بس الغرب بيصنع، احنا بنصنع لهم كمان اي شيء بخص تراثهم، الستايل الروماني، وعم نساويه على اصوله بدقه متناهيه. هلا مثل عندك هاي الايقونات، احنا سويناها اللي بايدك محلول الذهب، نحاس طبعا معتق يدويا ولبس محلول الذهب، وفينا نلبسه البرونز، وفينا نلبسه رزاز الفضه، مثل هي فينا نعمله بلمعه او حتى من غير لمعه. والخلفيه عم تكون مخمل، هذا المخمل منجد على طبقه خشب بتكون خلفيتها، وبتكون هون فيها سوفت، فيها هذا طراوه، مشان وقت يقعد المجسم بيعطيكي 3D. طيب والمجسمات عشو اي اساس بيتم اختيارها؟ يعني كيف عم تختاروا الافكار؟ هلا انا سويت كل ايقونات لكل سوريا وللقلاع، وجبتهم انا لعندكم على الاخباريه السوريه. ما شاء الله انتم ما بتقصروا معنا ابدا. بس هون عم نوضح انه نحن حتى لاي تراث فينا نحن نمارسه، حتى وقت المعارض الخارجيه. بالمعارض الخارجيه نعم، يعني احنا كثير حلوه، نحن بدنا نشارك باي دوله ما، وقت بدنا نروح دولة صديقة أو دولة عربية ومنشارك بمعرض، منحط تراثنا وكمان منحط تراث الدولة المضيفة. نعم. حتى يستغربوا، يعني أنت مثلا سوري وعم تساوي قطعة غربية، إيه أنا سوري وبساوي قطعة غربية. بدنا نوثق على إنه نحن عندنا الكفاءة العالية، الحرف السوري على طول مميز، وشيخ الكار بإنه يساوي الحرف تبعه وحرف الغير. نعم. بدقة متناهية، مع إنه ما له تراثنا. يعني عم نشوف إنه هذا الشيء هو تجديد.
بعالم هاي المعاصرة. المعاصرة حتى احنا نستقطب الناس من كافة الدول. كيف عم تقدروا تدخلوا شغلات جديدة؟ كيف عم تقدروا تطوروا هاي المهنة، هاي الحرفة؟ هي حرفة النحاس هي حرفة قديمة جدا، صرنا عم نشوفها بأشكال مختلفة، صرنا عم نشوف انه ما بقى صارت حرفة نحاس وانما عم يدخلها الكريستال، عم يدخلها التنجيد، عم يدخلها العديد من الحرف الاخرى اللي كانت يمكن تنشغل لحالها، ما كان يكون فيها الدمج بين الحرف. هلا احنا بحاضنة الدمر المركزية للفنون الحرفية استفدنا كثير بهذا الموقع الاستراتيجي بتواجد كل الحرفيين وشيوخ الكار المهرة والمبدعين، حتى في مكان على انه نستقطب من كل دول العالم. ان شاء الله بعد جائحة كورونا رح تلاقوا هذا المكان مكتظ بكل المبدعين. بهذا المكان احنا استفدنا من تبادل الخبرات بين الاصدقاء شيوخ الكار. هلا عم تقولي حضرتك هل هذا نحاس علبة الضيافة؟ هي علبة ضيافة من النحاس ملبسة الفضة، وانا دخلت عليها من فوق اللي هي الحجر البازل والابوكسي. صراحة حتى بدنا... صعبة انه نشيلها. نعم. هذا الحجر نعم. شوفي كيف بيعطيكي اضاءة الازاز الملون مثل الازاز الملون، وانما هو مادة الابوكسي ومن لونه اسمر. هذا مو ازاز، هذا مو ازاز. هلا هلا اللي عم يشوفها هو فكرة ازاز، هي مو ازاز. ايه هلا هو مو ازاز، هذا مادة الابوكسي، وانما دخلنا عليها من الوان الطيف، من الوان اللي احنا التراث تبعنا. حلو. وخطوط نحاسية على الداير. طبعا احنا فريق عمل شيخ الكار عدنان تنبكجي، وهلا هون كمان الوردة، كمان الوردات الدمشقية، وقت عم نحطهم بطريقة فنية. هون دخلنا الحداثة، يعني أي واحد اليوم بيحب الإبوكسي احنا دخلنا له موضوع النحاس بطريقة فنية غير مباشرة. ما شاء الله فيها تقل كتير سالي، هي وازنة بصراحة، فينا نساويها بأخف، وإنما في يعني مشان تعطيكي هيك زخم. حتى هاي الوردة الدمشقية عملناها بوردات تشكيل، يعني العشوائي عم يكون التشكيل، وانما في اتقان انه كل ورده متلاصقه مع الورده زميلتها مع بعضها، متلاصقين مع بعضهم، وعم نلبسهم المحلول الذهبي، وعم بيصيروا كمان صحن الضيافه، بصير تحفه فنيه بديعه. يعني البيوت الدمشقيه استاذ عدنان هي دائما بتحتوي الشغلات العريقه، حتى بيديروا بالهم على شكل الفنجان اللي بدهم يضيفوا فيه. صحيح. فنحن بنحب هدول القصص. كيف اذا كانت قصص مشغوله بتقنيه عاليه وبيروح لأحياء تورعتنا؟ حكي لنا عن مشاركتك، شو هلأ شو حتشارك، شو محضر لرمضان، شو محضر لبعد رمضان؟ هلأ بالنسبة لرمضان نحن طبعا تعرفين مشهورين بما يخص موضوع الفوانيس. نزلت الفوانيس الصينية، وإنما ما فيها روح لأنه هي عم تكون عبارة عن آلي، وإنما عم يكون هلأ هذا شجرة من عصفور الدوري، نحاس ملبس البرونز، وحطينا له البعض من الكريستالات، وهي الفوانيس عم تكون منور. هذا هو الفانوس الدمشقي، وهلا نحن بمناسبه رمضان عملناها بعده اشكال، العصفور الدوري بحذافيره، والفانوس الدمشقي او الفانوس السوري او الفانوس العربي عم يكون وحيد في جو رمضان اللي هو شهر الطاقات، وان شاء الله يا رب بتضلوا بخير. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. عم تحضروا للمشاركه بمعارض جديده حاليا؟ نعم. ووقت بدكم تشتغلوا لمعرض خارجي، هل يختلف العمل عن الشغلات اللي بتكونوا محضرينها ليمكن تنعرض داخل سوريا او بالمعارض بسوريا؟ احنا بنوجه تحيه للقياده المركزيه حزب البعث العربي الاشتراكي، على طول بتدعمنا، ووزاره الاقتصاد اللي بيحطوا لنا الجناح السوري. عم يكون مجانا للحرفيين وشيوخ الكار. وكل التحيه لرئيس الاتحاد العام ناجي الحضوي، كمان بيعطينا هو الاستاذ لؤي مدير حاضنه الدمار التعليمات على انه يكون السوري مو اي شخص عم يشارك، يعني انت بدك عم تطلع تاخذ الهويه تبعك، عم تورجي العالم بهي سوريا ام الحضارات، شو هي الحرف وشلون احنا بدنا نوصل هاي الحرف. وكثير عنا ناس بيجوا على المعارض السوريه، بنضل على طول عم نتساءل، حتى بالفنادق وقت بنروح بساعات الرياح بصير تواصل مو طبيعي، وكثير بيسالونا كيف هي الفن، كيف هذا التقفيه صارت، كيف عم تحادثوا، وكيف عم تطوروا. نعم. وشلون نحن بدنا نعمل اوردرات كبيره معكم، لكن نحن هلا بظروف كورونا، وان شاء الله كمان بمعرض دمشق الدولي، يعني احنا بالجائحه او بظروف الحرب بمعرض دمشق الدولي ما قبل السنه الماضيه كان التعداد ما وصل بحدود 3 مليون زائر. يعني هذا شيء كثير، وان شاء الله هذا المعرض قائم. هيك سمعنا انه من جهات معنيه حيكون معرض دمشق الدولي قائم،
ان شاء الله يا رب، يمكن اذا عدت الجائحه باذن الله مستعدين. نحن وهلا عم نشتغل، الاستاذ طلعت الاشقر عم يساوي لنا كمان معرض ان شاء الله بالقريب العاجل بالعراق وبأبخازيا، كمان الاستاذ نزار جبان رح يساوي لنا في كم هائل من المفاجآت الحلوه كثير لكل الحرفيين وشوف الكون. نتمنى لكم التوفيق يا رب. الله يبارك فيك، شكرا لكم. شكرا لك استاذ عدنان شيخ الكار، استاذ عدنان طلبجي، شكرا لهيك الشغلات الحلوه اللي اضفتها اليوم لصباحنا، واهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافيه. شكرا كثير لك استاذ عدنان.